دخلت سجن بنشتغل دعوة، طلعنا دعوة، نقدر نشتري بصل في محل البصل دعوة، ركبنا الدفار بتاع المواصلات دعوة. عرفت كلام انت؟ ده الدين. ما في اي حاجة يا اخي، جاي طين وفيسبوك وخلاص العصبجية انتهوا وراسه متقطع. ما عندنا راس، اي زول فينا راس. لكن الحزبيين اي زول حزبي هو ضنب، ولا ما يهو؟ ما شفتهم واقفين صف في المركز العام؟ والله المرتب ما جاء، المحسن امه ماتت، والله في دعوة هنا، لا في محسن لا في اي حاجة. تبيع جرجير هنا ده وتجي تشتغل دعوة. فالمسألة الثانية، الدعوة السلفية ما متعلقة بشخص يا جماعة، فهمت؟ ودي ده درس انت تستفيده من من الحادثة اللي حصلت دي. ممكن بكرة انا ابقى اظن ابقى نصراني، ممكن، انت فاهم؟ ممكن بكرة احياء التراث تجد علي مليون ريال، اخوك ده يمشي جناحهم جكو زي ذاك الزول اللي كان بيقول حتى يذهب حره فذهب حره وناره. عرفت كلامي؟ بيحصل الكلام ده. ما نحن ابن مسعود فيما يروى عنه قال شنو؟ قال من كان مستنا فليستنى بمن قد مات. بمن قد مات، نحن ما احياء ممكن نضل في يوم من الايام، نسال الله الثبات لنا وليكم. لكن ممكن يحصل. عشان كده ابن مسعود، شوف الذكاء، شوف العلم بتاع السلف. من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. وده درس لك ثاني كمان، انك ما تتعلق لك براجل. لا مزمل، لا ابو بكر، لا شهاب، لا احمد بدوي، لا غيره. اتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لانه ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ده المنهج يا جماعه. ونحن ما زي الصوفيه زول من شيوخنا حصل له ونقعد نتكل كده، نحن بنستغل دعوه في اي مكان. ده الدين، ده المنهج. ربنا قال وجعلني مباركا اينما كنت. اي محل تمشي تشتغل دعوه، تقرا في جامعه تكون مولع الجامعه دي كلها ملخبطه، من الغفير للمدير مرورا بالمسجل والطلبه كلهم يكون بيتكلموا انه في زول هنا ده بيقول البرعي ما نافع، لازم المعلومه دي تصل. عرفتها؟ شغال موظف، موظف في الكهرباء، في محل المويه، شغال في شركة عامة حكومية، شركة خاصة، لازم أي زول مرضان يكون بينبس فيك لأنه أنت شغال صح. لازم يحصل تمايز بين أهل السنة وأهل شنو يا جماعة؟ وأهل البدعة. دي دعوة، دعوة الله يا شيخ. والرسول مات صلى الله عليه وسلم، ثاني في حاجة، في مصيبة أكبر من موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في مصيبة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.